تكبر مع اللاعبين حول عدم يعني الافراط في الثقه وعدم العشوائيه في اللعب. انطلاقه حلوه قوي من كهربا، المساحات اللي بيجيب فيها كهربا، ينتظر محمد صلاح وعرضيه وكهربا وحارس المرمى ترجع وباسم وجول وجول جول 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 جول. باسم مرسي، باسم مرسي يسجل لمنتخب مصر ايه هدف من الاهداف السريعه بعد دقيقه و20 ثانيه. كهربا ينطلق، حارس المرمى ديالا يدلنا الهديه، وباسم مرسي ضيع الاولى مع الثواني الاولى من اللقاء، لكن هذه المره يسجل امامنا. شوف انطلاقه كهربا، ادي امامنا محمود كهربا، انطلاقه حلوه قوي من كهربا وعمل عرضيه، حارس المرمى مخضوض وامامنا هي الكره ترتد، وباسم مرسي بقى الحاجات اللي بيحبها، الحاجات اللي بيغمزها كده، سن جذبه حلو قوي، هدف اول وهديه من الحارس امامنا ديالا، والكره على طول بسن الجذبه عملها حلو قوي باسم مرسي. ذكاء في التحرك، توقع عالي، عنده القوه والالتحام، ويسجل بعد ما كان. ثم تستضيف مصر باذن الله نيجيريا 27 مارس باذن الله العام القادم، وبعد كده مع تنزانيا. تشوف هذه الهجمة، انطلاقة، فارق السرعة، ودي باسم، باسم باسم يا ولد يا ولد يا ولد، باسم ينطلق، باسم ينطلق ويجعل الشعب المصري دائما ضاحك. باسم مع باسم مرسي الذي يضع الكرة باقتدار، انطلاقة بمهارة، وهدف بيأتي في الدقيقة 24، وبالتالي أصبحت النتيجة تلا شيء. أحيانا الأنانية مطلوبة، تقدم ووضع الكرة في الزاوية الضيقة باقتدار أمامنا، هو باسم مرسي يسجل هدفه الدولي الخامس في رابع لقاءاته، انطلاقة وفارق السرعة هو أمامنا، وانطلق ومفيش تغطية من كيفن نكيسة، واخد الدفاع تشادي وراه بيجريه من جميلة وراه هنا، ولكن هنا بقى الكرة اللي يعني بيضعها باسم مرسي. صام كثيرا في الفترة الأخيرة محليا، ولكن كأنه يريد أن يضع القوي جدا نيانجا، كرات اللي بيحاولوا من خلالها منتخب تشاد، كرات عالية هذه المرة خطرة جدا، هارون يضعها، هارون هدف هنا من خطأ يعني دفاعي من المنتخب المصري، والمرة دي هارون بقى ما اختارش القوة، اختار ان يضعها بعقلانية، وصعبة جدا تعمل بند في الارض وتضرب في الارض الملعب ويبقى الهدف اللي ما كناش نتمناه وسط سيطرة مصرية ووسط احساس يعني من جانب اللاعبين امامنا. شوف هنا حازم امام وتغطية دفاعية مش موجودة من رمضان صبحي المكلف بهذا الرجل، ولكن طبعا قلة الخبرة ليها دور، وادي امامنا هارون اللي كان متقدم في هذه الكرة، الكرة العرضية من قائد ايزيكال، والراجل بيرفع ايده وبيحذر هيكتور كوبر، ولكن كرة في الشباك عن طريق اللاعب كونستانت. حسب الارقام اللي عندي هارون هو الظهير الايسر حتى المباراه الماضيه امام نيجيريا. ادي محمد صلاح والهدف الثالث، الهدف الثالث، فرصه فرصه في دفاع، دفاع هنا امامنا، هو محمد صلاح هدفه مع المنتخب الاول رقم 22 ويتساوى مع جمال عبد الحميد، ولكن الاهم ياتي هذا الهدف. ادي امامنا الازهر في كل مكان دائما وابدا، نبراس للعلم في تشاد هنا رجال الازهر يحتفلوا بهذا الهدف، الهدف ادي امامنا اهو باسم. شوف الدفاع، الراجل لسه نازل، اللاعب هيلاري والدفاع المتواضع كيفن رقم 5، وعلى طول المره دي بقى محمد صلاح، محمد صلاح روما امامنا اهو يضعها في المرمى ويبقى الهدف في الدقيقه 40. علامات، يبقوا نجوم كبار. ادي امامنا هنا الكره ملعوبه حلوه قوي البينيه، وادي امامنا باسم، باسم ايه يدور على المسانده على طول يحاول لكن مضغوط مره ثانيه. ادي باسم عامل هدفين حلوين، والكره بتاعت كهربا ترتد، الكره من امامنا اهو الحارس المره دي كهربا، كهربا امامنا اهو يسجل، ارتدت من القائم، محمد صلاح تركها له، وكهربا امامنا اهو اللي مكهرب الدفاع ومخلي يعني ايه الراجل مخلي دفاع منتخب تشاد يعني عملها لهم ضلمه، وهو اللي منور في المباراه النهارده كهربا، ويجيب الهدف الجميل من المتابعه. بص حضراتكم ادي باسم عملها حلوه قوي، بص الدفاع بيتفرجوا زينا بالظبط، ادي ترجع محمد صلاح يسيبها لكهربا، وحارس المرمى بقى اي حاجه تخش، والله لو ثلاجه لو طبعا هي مبالغه، لو اقول لحضرتك لو سددت لو شطت ثلاجه هتدخل في الراجل ده امامنا. ادي 4-1 والهدف في الدقيقه 56، دقيقه 40 ودقيقه 56، هدف وحيد جابه اللاعب نجيم هارون في هذه المباراه في الدقيقه كان 37. يا ولد يا ولد يا ولد يا باسم، يا ولد يا باسم، يا ولد يا باسم، هاتريك امامنا اهو لهذا النجم باسم مرسي، يسجل هاتريك، يسجل هدف خامس في الدقيقه 62
امامنا باسم مرسي. يا ولد يا باسم، ارتقاء بضربه راسيه، روعه 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 في هذه المباراه. الهاتريك هنا من جانب باسم مرسي اللي بيرفع رصيده في 4 لقاءات دوليه لست اهداف وضربه راسيه، والمره دي بقى في الشباك، كره على طول ملعوبه. وملعوبه ايه يا ولد؟ تريزيجيه امامنا اهو، الراجل دخل خرج رمضان صبحي احد المواهب ونزل احد المواهب الاخرى، وامامنا اهو باسم مرسي يسجل هاتريك.